بص يا ايمن، بص يا ايمن، موضوع ان هو راحت المجموعه الاولانيه ولعبوا 45 دقيقه. احنا يمكن كنا بنتكلم في بدايه المباراه على الاحمال والحمل، الحمل العالي والحمل اللي تحت العالي او المتوسط وبعد كده الضعيف وهكذا. احنا قلنا لعبوا بعد 4 5 ايام، هو لعبهم 45 دقيقه. 45 دقيقه دي تعتبر حمل متوسط، ما تعتبرش يعني ما دخلش في الوقت، لازم يعدي مثلا 70 دقيقه عشان تقدر تقول ايه تحمل عليه إيه جامد. 45 دقيقه، فهو ادي اول هدف بالنسبه له، انه اللعيبه الاولانيين اللي هم اللي يعتبروا الاساسيين او المجموعه الكبيره يعني، ودخل معاهم عمار وعصام حسن. الشوط الثاني لعب مجموعه الناشئين دولت ودخل معاهم برضو كريم محمد محمود وعبد القادر، دول اقرب ناس. ومصطفى شوبير كان طبعا هو في اهداف من الموضوع ده. اولا راحت اللعيبه الاولانيين ده جزء، وزي ما عادل قال انه بيشوف اللعيبه، بس انا عايز اقول ان موسيماني ما بقالوش شهر هنا ولا شهرين، انا متاكد. وفي حتى اشرف، محمد اشرف واحمد اشرف دولت اللي هو الباك ليفت والديفندر اللي شريف بيقول عجبه اللي هو 39، كانوا بيطلعوا كتير ولعبوا في ماتشات وديه ولعبوا، ومجموعه كبيره من دول لعبوا. يعني هو اكيد عنده انطباع برضو مش قليل عن لعيبه كتير منهم. على فكره يعني طول السنه عنده بيطلعوا في ماتشات وديه، وبعدهم بيطلع يتمرن مع الفريق الاول، وبالذات في الاوقات اللي كان بيبقى فيها معسكرات للمنتخب او ماتشات للمنتخب. فهو ممكن يكون بيشوفهم عشان يأكد الفكرة اللي عنده، لكن ممكن مثلا يكون هو مقتنع بواحد منهم أو اتنين مش موفق النهاردة. بس هو عنده قناعة من الأول على فكرة، يعني مش أيوة مصوع مش, مش مش زي مش موضوع اختبارات هختار من أيوة هو يوم واحد. أنا أقصد أنا كمان فكرة وحطر عليكم سؤال. أنا في وجهة نظري مش يعني وجهة نظر بنتناقش، بدل ما كان مثلا العشرة دول ينزلوا شوط تاني كان ممكن يعمل ميكس بعض هنا وبعض، يعني خمسة أربعة خمسة هنا أربعة خمسة شوط تاني، على أساس يبقى في توازن، في توازن شوية. حابب يديهم 45 دقيقة دي بتبقى أوقع، يعني بتبقى يعني بتبقى ممكن جدا يتأثر. يكون دخل خمسة من على أساس كمان الولاد ما يحس، يعني زي ما يوصلش إحساس إن إحنا ده إحنا بنتشاف. أو يعني كابتن أسامة قال نقطة مهمة جدا، معظم اللعيبة دي بيتمرنوا بفترات طويلة مع الـ مع الـ مع موسيماني، فهو عايز يشوف شكل معين، عايز يشوف بيجهز. على فكره زي برضو عادل مال، هو محمد محمود بعد اصابه طويله جدا بيديله 45 دقيقه، وانا شايف انه على الاقل ظهر معقول، لكن بدنيا لسه طبعا قدامه مراحل كتير. لكن زي ما بقول عبد القادر مثلا، انا شايف لعيب كويس بس بيمسك كرة اكتر شويه، الحاجات ديت هي اللي هتتقال. يعني بكل لعيب بقى بص لا المفروض تلعب كرة من بوزيشن، المفروض تبقى هنا، الحاجات دي مهمه جدا في البداية، علشان كل دوت بيحط أساس للموسم اللي جاي. زي ما عادل بيتكلم مين القريب منهم، إن ممكن أحطه مثلا ماتشات الكاس، ممكن أخد 2 3، هل قادرين مباراة الكاس بطولة قادرين اللعيبة دي تخش معايا؟ بيشوف من خلال مش النهاردة بس، ده كمان هيبقى في معسكر في اسكندرية، هيكون كمان في ماتش ودي أو ماتشين وديين، فهو النهاردة بالنسبة له بيحط بس إيه الصورة الأولى كده، بيطمن على محمد محمود بشكل كبير كمان. اتفضل يا كابتن. يعني التملي لما بتلعب لعيبه كتير صغيره مع بعض زي ما هاني بيقول، الحماس بيغلب. مظبوط. يعني النهارده الشوط الثاني تحس في حماس. يعني كتير. في جري كتير. ولكن بقى اللي هي بقى الخبرات بقى اللي هي الناحيه الخططيه. الوقفات. امتى. لكن في حماس من اكتر من واحد. واحد زي احمد. هم زي ما انتوا قلتوا كلكم اتفضلتوا 4 5 لعيبه هيطعم بيهم الفريق الاول. دول هيلعبوا مع مستوى اول. مظبوط. المستوى الاول ده هيشيلهم. أيوة. انا عايز بقى الحته اللي بيقول عليها اسامه دي، انا عايز الحماس ده وعايز الجري ده. لا انا اقصد وعايز الشكل ده. بص يعني انا مش هحاسب اللعيبه دي على النهارده على 45 دقيقه. لا طبعا. اقول عملوا ايه؟ لان هم مع بعض غير لما يبقوا طبعا واحد او اتنين جوه اسامه وعادل وهاني وشريف وايمن. يعني اللعيبه دي كمان عشان نقيم زي ما عادل بيقول ان عمليه التقييم النهارده بالنسبه للمدير الفني، لا عمليه التقييم دي لازم انا اشوفها وهو بيلعب مع محمد طاهر وبيلعب مع محمد شريف. صح. وبيلعب مع صحيح
وليد وبيلعب مع الناس اللي هي عندها خبرات وواقفين على رجليهم والمحطات اللي بيقول اسامه عليها ازاي بقى يقف بالكره وازاي يلعب دي ويلعب. فهيخش يلاقي نفسه بيزود نفسه باللعيبه اللي حواليه زي ما كلنا عملنا. يعني انا هم لعبت جنب الخطيب ومصطفى عبده وصفط والناس دي، هم اللي عملوني، هم اللي ادوني. انا كل اللي عملته ايه؟ ان انا بقى عندي الجرأه ان انا اجري جوه ال 18، عندي الجرأه ان انا اجري كتير والكره ادور على الكوره وكمان صح. فبقيت اخدم زي لعيبه كتير قوي عملت نفسها معلش حدود يعني. أنا زي ما انت جيت ولعبت مع النادي الاهلي، النادي الاهلي شالك وانت ابتديت تجيب اجوان دخلت جوه الفورمه وانا يعني. شلتك بالصدفه. انا بس بتكلم في نقطه كمل بس كده. احمد عبد القادر لما بنتكلم عليه في موضوع ضربه الجزاء وكده، من اكتر الناس اللي في الملعب احساسي وانا بتفرج انه عايز يثبت نفسه، عايز يعمل حاجه بالظبط يعني، بيجري مثلا بكره زياده شويه صح، عايز يوري ان انا ممشي يعني جاي استحق ان انا اقعد. عشان كده لما جت ضربه الجزاء لما احنا كلنا بنقول الطبيعي ان انا اركز فيها واحطها صريحه ضاعت ضاعت، لكن هو عايز يوري ان انا عندي ثقه في نفسي وبص بعمل ضرب ايوه ان انا بص بعمل مش في الماتش ده ماشي ما هو مش في البدايه ماشي ما هو صح كلامك مظبوط. انا مش معترض، كلنا قلنا كده ان المفروض يلعبها طبيعيه وصريحه لانه اول ماتش، لكن انا بقول لك الانطباع اللي واصل لي من حتى جاريه بالكوره انه عايز يعمل يعني اكتر واحد تحس انه عايز يوري ان انا موجود. ما هي دي بقى اللي كابتن شريف بيقول عليها انه لما يلعب مع ناس اكبر ويلاقي ناس بقى اتقل في الملعب وما يبقوش كلهم كده مع بعض، ما كانش هيحس بقى ممكن الفرق شويه.